عزيزي المشاهد، لو أرهقنا السن إلى أصوات أمواج هذا البحر في الخليج العربي الممتد إلى ما لا نهاية، راح نسمع قصص وروايات احتواها هذا البحر في صدره، روايات كثيرة يمكن البحر ما يستطيع أن يتكلم فيها ولا يبوح فيها إلا لأشخاص يعرفون كيف يصغون إلى هذا البحر بصمت ويستفيدون من قصص هذه البحر. عزيزي المشاهد، قبل حوالي 70 سنة أو أكثر كانت هذه الأرتال المتلاحقة والمتلاطمة من الأمواج هي يعني إيه كل ما كان يشوفه أو يشاهده إنسان يعيش على هذا المكان. هذا الإنسان هو إبراهيم الراشد وعائلته. سكن الأخ إبراهيم أو هذا الإنسان الكويتي في جزيرة مسجان برغبة من المغفور له الحاكم العاشر لدولة الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح يرحمه الله. طبعا الشيخ أحمد الجابر كان حاكم الكويت في ذاك الوقت، وطلب من إبراهيم الراشد أن يكون مسؤول عن هذه الجزيرة. طبعا جزيرة مسجان يعني تقع بين بوبيان شمالا وفيلكة جنوبا. عموما عزيزي المشاهد، عاش إبراهيم الراشد ويا عائلته. كانت عائلته مؤلفة من زوجته وأولاده الأثنين وبنته. عاشوا فترة أكثر من نصف قرن، يعني أكثر من 50 سنة. في يوم من أيام شهر 7 عزيزي المشاهد سنة 1998 انطلق فريق العمل لهذه الحلقة من مصورين ومن مخرج بضيافة كريمة من خفر السواحل الكويتية، وكان طبعا بصحبتنا حمد إبراهيم الراشد اللي هو ابن إبراهيم الراشد اللي سكن الجزيرة كما ذكرنا قبل قليل لمدة 50 سنة. وصلنا إلى مسجان في جو لما غادرنا الرأس أو منطقة رأس السالمية كان الجو رطب، لكن لما وصلنا إلى مسجان سبحان الله كان الجو أجمل من داخل الديرة. صحيح كان حر، لكن أيضا كان في نسمات من الهواء اللي تلطف الجو. طبعا احنا راح نسترجع مع حمد ابراهيم الراشد يعني الكثير من الذكريات في هذه الجزيرة، كيف كان يعيش هو ويا والده واسرته يعني امه وخواته والمعاناة اللي كانوا يعانونها. في اشياء كثيرة ما استطيع ان اقولها الان في في في، لكن دعنا عزيزي المشاهد نشوف الحلقة ونتابعها، وراح نشوف الأخ حمد إبراهيم الراشد وهو يسترجع ذكرياته، وأمامنا الحقيقة كلمة لابد من قولها إن هذا الرجل والده وهو من بعده أدوا الأمانة كأجمل ما يكون، وأعتقد أنهم مثال جيد للمواطن الكويتي اللي حريص على سمعة الكويت وأبناء الكويت. محمد، بالنسبة لجزيرة مسجان، نعم، متى جيتوها؟ والله إنها ب 32. 32 وقبل كان في ناس؟ إيه قبلنا في عوازم. إيه قاعدين
وزاحهم أحمد الجابر. نعم. الشيخ أحمد الجابر. إيه. وحط الوالد. ليش؟ ليش يعلق السراي حق الخشب السفن اللي تنقل ماي من الشط العرب حق الكويت. اللي هو الفنار. الفنار. واستمرت العملية. واستمرت العملية. حطينا فيها حضور. جابني السراي وجابني الحضور. الله. وهذا من هذاك الآن لهالآن هذا. إنها شغلتنا فيها. يعني ها أنت جيت عمرك 10 سنين. 10 سنين. وسنة 32. بعهد الشيخ أحمد الجابر. واستمريتوا إلى متى؟ لتاريخ اليوم. لتاريخ اليوم. لتاريخ اليوم. يعني كمسؤولين على الجزيرة. كنا مسؤولين على الجزيرة. الآن الفنر تغير شكله. تغير شكله. أصبح لمبة كهرباء. سنة 37 قطوا الحطب سلحوها. ويا الخشتي وعادها مرة ثانية وحط فيها سراي غير السراي الأول وتمت لما الساعة هم سراي بفتيلة عادي على الغاز لا صار على الغاز ايه والحين لا صار على كهرباء مع كهرباء على الطاقة على الطاقة الشمسية على الطاقة الشمسية ومكانه نفسه لا غيروه غيروه حطوه يسوي له نص كيلو وراح زين شنو السبب اللي خلى أحمد الجابر الله يرحمه كحاكم لدولة الكويت في ذاك الوقت يفكر بوضع فنر لجزيرة يفكر اشتكوا ناس وايد ليش؟ هل ينقلون ما يتكسروا على الجزيرة يدعمون يعني يدعمون الجزيرة ما عليها ضوة تنقل الوالد حطه بالجزيرة عشان الضوة قال اروح الجزيرة وشب الضوة ومن ذاك الآن لها الآن طب عادة متى تنزلون داخل الكويت؟ حنا والله يومية يومية هذا حق تودون حق حصلنا شيء يومية وحنا ما ننزل بالشهرين ثلاثة ما ننزل وما كان في معاكم عوائل بلا والدتي وخواتي موجودين لا عوائل غير الراشد غيرنا احنا ماكو يعني العوازم ما ردوا كلش كلش لا ما حد من اعطانا اياها قال لا حد يجرب عندكم حفظوها وحفظناها بذاك لها الان طيب الحضور في السابق والان عددها نفسه ولا زاد؟ لا زاد 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 كان أول نصب 7 الحين نصب 11 زين الحين في نقطة أبو حمد أبو عبد الله في الأول أنتوا تبارون الحضور نعم هم عدد يعني 7 حضور إيه أنت وإخوانك أنا وأخوي وأبوي ومعنا عمال 3 أو 4 عمال والآن في بس عمال فقط معنا للحين العمال إيه. طيب عيالك يعني أنت الآن أكبر العائلة نعم انت متى تزوجت ابو عبد الله؟ والله تزوجت انا فوق 40 يعني سنه 41 42 وعيالك انولدوا بهني ولا بداخل الديره؟ لا بالديره بالديره المره اللي حملت وشفناها بتاضع وديناها وتولد بالكويت وتخلص وترجع هني ترجع هني عيالك دخلوا مدارس؟ دشوا المدارس ايه؟ كل ابوه عندي ثمانيه الله يخليهم نعم 2 من المطار طيارين وواحد دكتور وواحد بمن الدولة وواحد أمين صندوق بالجامعة وكل أبو عيالي يعني الحمد لله وظائف كثيرة طيب في نقطة واحد بده يفكر فيها يعني الآن أبو عبد الله في وسائل حفظ السمك يعني في ثلاجات في ثلج في إلى آخره أنت لما جيت سنة 32 وعقب ال 32 يعني لما تاخذون السمك ايش تحفظونه فيه؟ والله ما نحفظه نوديه الكويت تازه أيه؟ ماكو ثلج أيه؟ ولاكو مكان يدومي نوصله اللي يوصل موصل نشقه نبيع مالح على الايرانيين مالح بس هذه يعني هاي وسيلته ليه متالي صار ثلج وحطينا ماكينه حطيته بالجزيره؟ لا بالمحمل باللنج عندنا جالبوه حطينا في ماكينه امر من احمد رياب شراها لنا شراها من يوسف الغانم شنو قصتها؟ قصتها الطبعه اي طبعه بعد؟ طبعنا احنا انا مع اخوي اي طبعنا وتمينا يوم عد بالبحر سبحان المنقذ الله انقذنا بدا السباحه انا مده طويله لما حصلنا محمل وشالنا والله عتقنا يعني صار العلم وصل احمد اليابر اي اللي بلغه حمد سميط. ايه. كان صديق الوالد مخلص. قال ما تدري عن ابراهيم؟ عيال طلعوا بالبحر بغى يروحون يموتون. قالوا ابراهيم اسمه ابراهيم. ايه. امر على يوسف الغانم. نعم. قال هات حق ابراهيم ماكينه. وجاب لنا ماكينه 30 حطيناها على المحمل اشوم مشى حالنا. واللي دفع فلوس احمد الجابر.
الشيخ حمد دياب. على اساس انها ماكينه للمحمل. للمحمل اي نعم. واستفدتوا منها كثلاجه. ها لا اي المحمل اللي ما نصيد سمك بسرعه يوديه يروح ما يقعد. ماكينه لينج عندنا ما يتعطل ما يخيس. اي على اول يوديه ثاني طلع ثلج. اي قاعد ناخذ ثلج من ثلج السمك. ما راح اليوم يروح باكر كله واحد. زين انا ملاحظك وهني العمود اللي ورانا. نعم. إنه مأرخ الفنار سنة 1938. 38. تذكرت لي إنه جيتوا 32. هذا قبل. أنتوا جيتوا قبل العمود اللي انبنى هذا. العمود مبني قبلنا. سنة 38. لا 37. 37. هي الخشتي. إيه. وسدحوا العمود. نعم. وغيروا فيه لمبة، حطوا له سراي حجر من أمر عبد الله السالم. اي وتم العمود لما ساعتك الساعه هذا. يعني الخشتي كانوا قبلكم هني؟ لا مو قبلنا بالديره تبع الاشغال. ايه تو صاير الاشغال الساعه. تو صاير الاشغال ويا ادري يعني انا ابي اشوف انتم اول ما جيتوا الجزيره ايش كنتوا تحطون الفنر على نفس العمود؟ على نفس العمود الا هذا فنر جرمني. ايه بو فتيله. ايام الشتاء يتم لين من نص الليل ويطفى. ايه. النزله نحط فيه غاز ونرد نحار. تمام. ايام القيض يكمل. ايه. ان القيض ايام القيض النهار الليل قصير. اكيد. مو مثل ايام الشتاء. صحيح. كله خوفنا على السفن اللي تنقل الماي. ايه. طيب والعمود هذا انبنى ب 37. العمود قبل اللي تغير اللي ورانا هذا. ب 37. عملوه الخشتي. الخشتي نعم. ايه وطلب من الشيخ عبد الله السالم. ها من عبد الله السالم قال روح عبر على ابراهيم وقطوا العمود الاولي وحطوا على فنر ثاني. زي العمود الاولي لنفس المكان ولا مكان ثاني؟ نفس المكان هذا بس غيرتوا الارتفاع. بس غير الارتفاع وغيرنا فيه اللمبه والسراي وبس ولا نفس الشيء. فت مسجان ايام الاحتلال العراقي. نعم. لكن انت لك علاقه مع طريق والدك طبعا الله يرحمه. مع خلينا نقول دورية عراقية أو شغلة بالثلاثينات. إيه نعم. يات الجزيرة وال... إيه. يا ريت تحدثني عن يعني شنو قصة الدورية هذه. احنا بالجزيرة ويانا دوري من العراق. إيه. هاي أيام حكم الملك فيصل الأول. إيه. ويا ما يقدر يطبل البر. خاف من البر إنه صخر وهذا ما يطبل. نعم. طرح عندنا بحر شوي. وتم عندنا يدور دار مدار الجزيرة من الصبح لما بعد المغرب ساعتين. ما عثر على تحديد الجزيرة. ما حصل وراح قضبت ليجا. كنت موجود بالجزيرة؟ أنا موجود بالجزيرة. نعم. العلم نقلناه حق عبد الله السالم. قلنا كذا 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 العلم وداه والدي. قال زين إبراهيم روح اطمع دماغك ملا صالح اللي هو سكرتير عبد الشيخ عبد الله السالم. اي نعم. وراح ملا صالح وقال المسألة كذا كذا صارت. قال زين عطني اياها سجلها عند انت يا ملا صالح. قال روح إبراهيم. يوم اخذنا عقب سنه طرش مول صالح على الوالد. نعم. قال ابيك عبد السالم. رحنا حق الشيخ عبد السالم. قال ابراهيم قضيتك بزبير. 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 ويروح معك دقوري ويروح معك نزال بالرعيه. هذول نزال على البر. ايه. مو راعي بحر. ايه. الا دقوري يقنص البلد وهو اللي ودى الوالد. يعني نزال هذا من فداويه الشيخ عبد السالم. اي هو انت يا نزال. نزالي. إيه؟ من الربع. إيه؟ راح لزبير اللي وداه دقور يوداه انت يا نزال. يقول راح هناك قعد اخذت ياي العراقيين ضباط اربعه دشوا الصبح صاح المبلغ قال وينك يا ابراهيم بن عبد الله؟ قال حاضر. قال تفضل. دش الوالد قال شوف هذا ابن الحش عرفه بالماطور يسمونه ما يسمونه لين الماطور. الماطور عرفه بالماطور الحكومه. قالت لي تنفت علي ولا تسالني؟ كان تنفت علي ما عندي جوال. وكان تسالني اعرفه. ودني البصره اطلع لك. الله. قال شلون؟ قال لي انا هالساعه ودار وبغى يحضر ما حصل له. ودار مدار الجزيرة من الساعه 8 الصبح للساعه 8 بالليل. ما صور لنا شيء وراح الموطن. هذا علومي. رد على العراق قال زين تمشي برا. الورقة اللي ما عليها ابوي بالاول عندهم يقرونها قدامهم اللي كتبها حق ملا صالح. حق ملا صالح. ما فيها غلطه هذا الكلام عدل. قال عبد السالم الله يرحمه قال كلامك لا يتغير. صح.
انت غيرت ابراهيم تروح تبدا هي اتنعز عنك هذيك عباره هذا كذبت صحيح اضرب قال زين روح خلاص رجع الوالد بالليل بات عند واحد من اول الصباح انت يا محمد وعنده يا انت يا محمد الاحمد نعم وتم عنده ذاك اليوم نهار ثاني يا ابو الوالد الكويت وتمت تمين سوي شهر او شهر ونص طلش موصل على الوالد نعم قال ابراهيم تعال اخذ الورقه هذه قال شو اسوي بالورقه؟ تدري الشياب الاول انه صحيح ما عنده الورقه ما لها اهميه قال خذها احفظها قام ابوي اخذها وقطع انت وسكتنا ما لنا شغل لما توفى الوالد سنه 66 نعم جيت ابرز بالاوراق لقيت ورقه معهم شنو مضمون الورقه؟ والله مضمون الورقه ان اعترفوا انهم جايين وحافوا الجزيره وكذا اعترفوا اعترافهم بروحهم وهالورقه موجوده وفيها التاريخ الورقه باللغه العربيه ولا لا بالانجليزيه بالانجليزيه وموقعه من قاضي من حكومه العراق من حكومه العراق يعني ادري بس هل تقول بشكل مباشر ان هالجزيره هذه حق الكويت حق الكويت ما فيها روح لا ما فيها روح تعال لا لا ما فيها روح تعال وهي وثيقتهم ورقه منهم وعندي ورقه تبي اهل ورقه اصور واعطيك 20 ورقه واصور واعطيك من الاوراق اللي تبي زين وبعدها يعني انت اخذت الورقه سنه 66 عقب وفاه الوالد وبعدين عندي موجوده لما ساعتك اللي حاجك فيها زين لما صار الغزو سنه 90 الغزو تضايقت منها ما شافوها العراقيين تضايقت منها انا حطيتها بظرف ورفعت الفرش اللي بالصاله بالبيت وحذفته هذه الصاله راحت يدوسونها ما حد يدري عن شيء مطاوين بعد الزل كمت لين ما راحوا وراي مشوا طويت الزوله ولقيت طلعتها سبحان الله ولو انا كيا الحين شو صار صفره بطول السنين اللي هاي الصوره اللي عندك متى طلعتها؟ طلعت عقب ما مشوا مباشرة لا لا عقب ما مشوا بشهر يعني سنة 91 طلعت سنة 91 زين في الحين انا بس الحقيقه شنو الان لما اقارن انا بالكويت في وقتنا الحالي وقارنها قبل خلنا نقول فوق الستين أو سبعين سنة الآن الوسائل كل شيء يعني كل شيء متيسر كل شيء يلعب كل شيء متيسر أنتوا هني بجزيرة مقطوعة نعم وما تجيبون الغاز حق الفنر من الكويت يعني تشترونه ولا الحكومة كانت تصرف لكم لا نشتريه على حسابكم على حسابنا ما يسوى نطلب حكومة قوطي غاز ولا شيء الحكومة مين مقصرة أعطتنا الكثير بس انا اتكلم ذاك الوقت اعطتنا الكثير احنا عايزين عن القوطي والقوطيين والعشره بالشهر نصرف لنا 10 تنكات معناها يعني هذا شيء عند الوالد لا شيء زين ابو عبد الله صيف الكويت الحين عيالنا شبابنا الجيل هذا يقول الجو حار وبدون مكيفات ما يقدرون يعيشون يعني انا اتخيل انت واخوانك والوالده وخواتي وكان عيالنا يوم معانا زين شلون عشتوا؟ شلون تحملتوا الحر؟ انا ماني شايف لا كهرباء ولا مكيفات انا اقول لك تحملنا يعني هالعريش وكان الله بيستر عليهم تحملنا العيشه وامر الشيخ يابر احمد خلانا نتحمل انه تبرع تلقانا من بد العرب ولو حظنا شوت يعني اذا قالت والدتي حق لو هالكلمه هذه حق ابوي ابراهيم الجزيره فيها مدارس حق عيالي قال لي مدارس وايد بنت الحلال نسيت شي مدرسه ايش كبرها ايش تبع ما رشد الله والله انا ايش عرفها بالمدارس قال لا مدارس وايد بالمسجان وايد بس يلا خلنا نروح ازين وسكنها بذاك الهل ما الان الوالد راح وعضيدي راح وانا ظني بلحقهم بعد ما بقى شيء بعد عمر طويل العمر 76 سنه بعد عمر اللي عقبه يتولى ولا او ابخص اي بس انا برضو ابي عمليه الجو شلون تغلبون عليه بعد تغلب غصبا علينا يعني رطوبه وحار وبرد ما في بالليل بق وقارص وكل شيء موجود لا تعمل عيشه زين ما في حنش ما في ثعابين ماكو وظايف الساعه وظيفه سهله يوم طلعت وظايف لحقنا العيال زين لا يعني كنتوا تنامون على الارض على الارض ما في حيايه ماكو حيايه نسمي سيم
البطيخة الحين يسمونها بطيخة أنا سمسية حطب وفوق معاكس وهذا وفراشنا فوقه وماشي بس ما في قارص لا لا لا, 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 لا ماكو قارص ما في قارص ولا وعافية ومستانسين من أزين مكان زين ولشته ولشته داخل ليات البوارح البوارح بس حجر ساكن على الحجر ولا أكو شيء ولا زعل من أي شيء حاجة زين عندكم صور قديمة صورت بكاميرا شيء والله ما صورنا صورنا يوم يانا معنا انت يا حيلان اي برمضان يانا وصور لا انا ابي قبل بالاربعين بالثلاثين ما صورنا ماكو تصوير الساعة وبالنا حق تصوير بعد انزين لو حبينا نعرف يعني انت عشت بالجزيرة كم سنة من عمري 10 سنين لما تاريخ الحين اللي حاجك انا فيه ما شاء الله 75 سنة ما مرت عليك شذي سوالفات طرائف حلوة لا طرائف حلوة ما مرت ايه؟ عمل بس ايه؟ غير عمل ماكو يعني ما يجونكم ناس تنامون بالليل وتقعدون الصبح تلقون ناس جايين لا ما حد يجي ما يجي الا راعي حاجة ايه؟ اما مقصر ماي ايه؟ اما مقصر زاد دومي ايه؟ اما مقصر شيء ايه؟ هذا نساعده شلون يعني نساعده نعطي المكسوب نعطي ايه؟ اللي عندنا نعطي ما خلي يروح زلال إدامة مساعدينهم وبعدين لما كبروا عيالك نقلتهم نقلناهم ويمهم معهم نقلناهم الكويت وانت استمرت عندنا ليه؟ حاشتنا محاشة هني واحدة من الحريم ايه؟ تعسرت عندنا وضعت قبل الحلال نوديها الكويت ويابت منها ثنتين وماتوا ودفنتهم كانوا بالمقبرة هذي قبالك سبحان الله ايه؟ أنا دافن زين الحين انت وديت عيالك إيه؟ للديره إيه؟ ودشوا مدارس وتعلموا والله بلغك فيهم إيه؟ انت استمريت لما الحين تي وتروح لما الحين ما بعد كل اسبوع يهم إيه؟ شوف اللي قاعدين كل ابوهم يسرون يجي لهم يوم واحد الله اخذهم كل يوم يوني كل يوم الساعه 4 إيه؟ من عندي بالكويت إيه؟ يمشون بطاريدهم إيه؟ شيبون حاجه اعطيهم إيه؟ زين ابو عبد الله انت من الداخل إيه؟ توله الجزيره إيه؟ لما الحين قلبي فيها شلون قال تعلمت يعني تعلمت. لو اذا سافرت نقول برا ما سافر ما تسافر ما سافر ما سافر الا لي 20 سنه كل سنه اروح العمره بشهر 11 مره 17 ايام وي ايه؟ هاي سفري بس رحت مره مصر ايه؟ 10 ايام ايه؟ على لبنان وسوريا ومصر بسياره وعبط بالطياره اكثر هاي سفري كله وقلبك معلق هنا لا قلبي بهالجزيره ايه؟ العيشه صعبه يا ولدي ايه؟ عيشة صعبة زين جبتوا عندكم غنم عندنا غنم ايه؟ انت سالتني على الغنم ايه؟ عندنا غنم تحلبونها 75 راس ايه؟ وعندنا ايام ربيع شو مشي والبر شو يابس ايه؟ ذاك كله خضر نعاي ولا الصول ونعوي ايه؟ 65 ايه؟ عندنا ايام رمضان ايه؟ عندي الصبيان هني والاهل كلهم نزينه برمضان نزله ما نخليهم ايه؟ جيتهم بعض الايات الضحى الصبيان يبكون صبياننا مهارة ايه؟ ها علامكم تبكون قال والله الغنم كلها راحت هلكت كلها راحت شو راحت قال ملتي نايمين الظهر يوم قعدنا العصر وراك بنجيبهم ماكو ولا راس من 65 ولا راس سبحان الله كلهم راحوا قال كلهم راحوا عين رمضان قيض ولا اشتي عين قيض قيض حدث ما قلت لهم شيء ما حاكيتهم كل شيء كنت في مسألتين تشال غنم محملين منكم محمل الطبج محملهم الغلطة منكم تو بوقة هاي بوقة وانتو نايمين وتشال غنم أخذها البحر بعد هذا شيء الله نافذه صحيح رحت يوم مشيت بالليل قبال في الكم ينوب الأغنمي هاي كل أبوها بسمنة ميتة ليلة خمسة رأي كل أبوهم يميع وكلهم ميتين قرقانين وميتين 65 راس يعني ياتهم الماي ركبوا فوق مسيتين ويوم بغى يقول ياهم الماي بيعبرون بين مسيكين والبر خارور ما يقدروا يعبرون وما يحامي عن مسيكين خذتهم الوالية وراحوا عن عدم الله عوضك عنهم خليتهم ورجعوا ويت الكويت ويت الوالد العصر اللي قاعد يتحسن بداره شي يقول يبقى علامك يا بطيتي اليوم كل يوم تي الظهر ويوم يعني العصر قلت والله يبقى في مشكلة شوي قال شو المشكلة؟ قلت المشكلة القنم كلها راحت. إيه. شو راحت؟ قلت والله كذا المسألة كذا مسألة. إيه.
قال أجد ما رد عليه الرجال الحريص قال فدوى يبا أنت جيتني سالم الحمد لله وأخوك نايم بحجرة أشوفه سالم واللي يروح خليه يروح عوض على الله العوض على الله لا تحاتي كل شيء لا تدير على بال لو تبي مئة راس أنا أجيب لك لا تبي على بال كل شيء موجود وسكت عن الصيام ولا طول الكلام يوم فطرنا وقعدنا نشرب شاي قصيت القصة قال يبا هذه الله نافذة نافذة صحيح قال نحن نصيف فيه صحيح وفي تبون الغنم اجيب لكم باكر اللي تبون الغنم هاي قصه الغنم وهذا وياب لكم مكان ويابنا غنم نعم ما قصر يعني حليبكم ولبنكم تازه هني حليب واللبن والزبدنا وشينا مثابه شيوخ تخضون و يا احمد اليابر باليسيره اي يعني شحم اليابر زاركم زارنا لا بفلشه وعبر من فلشه معاس جاري واحد شوفه خفيف نعم ومع واحد من العبيد غانم واخذنا محذر يمشي يوم اقبل على البيت تجنب على البيت وراح شمال قعد تدري الساعة ماكو مثل الحين بالتغال وتفاح وموز وخرابيط ماكو صحيح الا عندنا اللبن والزبد وايد قاموا البيت عندنا والدتي وخواتي قاموا بسرعة وخبز ورقاق عرف خبز ورقاق هذا اي وسووا اللي يسوي كيك وما كيك هذا دبرنا حالنا جبناه بالعريش الشمالي قاعد على زوله ويسولف مع يدي يدي موجود الساعة كان بالجزيرة الجزيرة يدي موجود أبو إبراهيم أبو إبراهيم والد كبير عمره 100 سنة ما شاء الله قال الله قال إن شاء الله يا إبراهيم خوش نعمة هذه زبد وخبز رقاق وكيك هذه نعمة تريق أسجاري وتريق تريق هو خلاص خلاص شكر قام يغسل أنا بدينا البريج أصب عليه وأخوي بدينا فوطة شو يقول حق أبو إبراهيم درسوا العيال ذولا قال والله ما درسوا قال ظلمتهم قال حوينا حل شلمة هذه قال شو أسوي العيشة يا طول العمر قال ظلمتهم خلتهم يدرسون ما الله غسم اللي غسمه اسمي ما عرف أكتبه الحين بس الله عوضك بعيال الحمد لله لا والله ها عيالي لا عيالي يقول لنا بها المهنة وخيرنا وايد وانت غلطان تشتغل بالمهنة هذه الحمد لله الآن اللي قال مع المهنة هذه اللي زير هذه أنا حيت فيها لازم أموت فيها بعد عمر طويل إيه هذا اللي زين على طاري الأولاد والعيال إيه؟ عيالك يون الجزيرة يون يون زوار زوار إيه زوار بس ما يمارسون شيء لا 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 عمل ما لهم شغل ما يحنون عليهم لا ما يحنون على الحضور مو شغلتهم ما يعرفون يقول ما نبي هالشغل يعني أنت الحين تقول تقريبا كل أسبوع تجي أنا كل أسبوع أجي عيالك لو يحصل لي كل يوم أجي الله إلا شغلي بالكويت أكثر بعد من شغلي صبيان وعمل وهذا لازم يبي بدارات يبي بدارات لا عيالك يعني بين يعني بس ما يفرقوا كلهم موظفين إيه؟ ما يقدر يقدر يوم الجمعة أو خميس زين احنا يبنى طاري قصة يوم أنت ويا أخوك علي خليفة خليفة نعم عيالك قلتها يعني قلت له القصة لعيالك أبيها بالتفصيل كذي ما قلت له يدرون قال لهم 20 مرة إيه ونسولف وهذا ونجيب الطاري هذا إيه أقول لهم أنتم ما تعيشون عيشتنا أنتوا يعني عيشتكم غير وعيشتنا احنا يعني أنتوا حطيتوا السمك احنا حملنا السمك إيه؟ عن أيام البارح إيه؟ وصلنا زبيدي وايد تحذرون الديرة؟ ما ودي الديرة الوالد عندنا عيلة نروح إيه؟ قال لا تروحون إيه؟ هو شديد لا تروحون عقب ما جاي الوالد الصوب أنا ما أخوي تناوين على النية اللي الله غاسم الله هو الله غاسم قلنا إيه؟ خلينا نحمل السمك نروح حملنا السمك خطفنا بلم سمك قرقاش اللي كسروه العراقيين طحن وطحن سووا قاعد إيه؟ خطفنا يوم وصلنا أول ننزل بنص الطريق قلبنا فوق حدر من الهواء من الهواء صرنا احنا حدر وقلبنا محملنا فوقنا طلعنا سلامات 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 ركبنا فوق البلد فوق البيس فوق البيس سمرين ماكو مكايد نجات رايحه وطايد ما حد ماكو انا اشوف المحمل بالعالي طالع هناك والله ما ادري اشوف الحين علينا قبل الظهر وقت صيف وكيض هي بارح بارح كيض كيض تحقوا علي الله يرحمه خليفه قال نعم كنت انا بسبح قال بسبح بروح هذاك قال ما اشوفه بسبح تروح وانت موت بروحك وخلني انا موت لا 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 موت تبيع اثنين كان اسبح تعال تعال علي مقصر شقيت مقصر قطيته وقطيت غترتي علي هاف بس واسبح علي عيست وقف ولا شدت رامي الولد يعمل كل شيء جيت المحمد جريب العصر ركبت
عليهم من السكان قاموا في سبعة والثامن وخذامي واحد قال خلف مندي من أهل الفاو ريال ترسي سيقول لي ها وين يا أنت وين رايح ما تعرف يا أبو ماي رشوا على راسي حييت أثبت ربع اللي واقفين قلت والله المسألة كذا 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 واليوم لا تخلون أخوي وين أخوي والله سمر بهالبحر لا تخلونه قال شيلوا باورات باورتين على هالبوم بيشيلون واحد عايزاني هم سبعة هو الثامن وأنا وياهم من قوة الهواء ولكن ما كنا دزة لا على الراعك شالوا الباورة شالوا الثانية دبر بالدقم طالعوا طالعوا يوم تغيب الشمس نشوف عدا سعد وسعيد نازل مسافر سب رايح شمال فلشي اي شمال فلشي والله يوم عدلوا يوم سافر عنا قطوا باورة البوم وطرحوا حدروا اثنين أولاد معهم حبل طويل يوحق الأخوي وابوه وعد الصوب وعد الصوب ويا أبو سباح تعبان حملوه قصوا البلم ويبناه ما قصوا جزاهم الله خير سووا قال اطبخ اطبخ العشاء وسووا الشاي ويا أبونا معي وعطونا هدوم علينا هدوم وفاصيخ يوم أدى العشاء بعد العشاء ضاح الهواء جبنا البلم ونزفناه علقوا نزفناه وردينا أغراض فيه اللي راح راح واللي موجود موجود تعادي ما قصرته ورخصونا خلوا نروح لأهل الملك ما شاء الله خطفنا جايين لها رديتوا الجزيرة يومين الأبوي واجف الماي للركبة وبالبحر والحريم قاعدين على السيف شنهم الطيور شنهم اللوه اللي قاعد وعنده واحد صبي عازمي اطلع يا إبراهيم قال ما أطلع ما يوعياني ما أطلع لينا بيتنا لينا صوت والد خليفة خليفة قال نعم قال وين حمد قال كاوي حاجيك قال طبعته قال انت عارف قال قلت لك ولم انت ما طعتوني هذا صار وهل عقبها انت انتقلت الرواية اللي عقب شيخ احمد الجابر فقد هالكلام هذا اي الوالد نقل حق حمد الصبيط صاحب صديقة أخوان دنيا نعم. تمت الأيام الأيام كان يقول حمد حق أحمد الله يرحمه الشيخ أحمد قال طول العمر قال لا قال عندك خبر دقة إبراهيم بغى يروحون عيال اثنينهم قال ها ما يستاهل إبراهيم هو نخذه وصاحبه وخدمه يعني نعم. قال على إبراهيم قال والله مسلته كذا 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 قال ها ما قال لي إبراهيم إبراهيم إيه. هل عقب أعطاكم ال قاعد يوسف الغانم إيه. قال يوسف قال هات مكينة حق إبراهيم إيه. مكينة قريب قيمتها إيه. 10,000 ربية في ذاك الوقت هنا قال إيه. إن شاء الله جابنا واحدة عاد إيه. حطينا على عندنا الجالبوت ولن ارتحنا أكيد قطينا المحمل وقطينا الشيل وقطينا ارتحنا عاد زين أنت قبل شوية ذكرت أبو عبد الله إن الفنر بالشتاء يطفى لأن الليل طويل الليل طويل بالشتاء إيه؟ وبالقيض يوصل الصبح إذا ش... إذا 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 طفى ما تردون تشبونه نزلة ومشى ماخذنا ليلة ليلة أنا ليلة أخوي علي ها هي مسؤول يعني في نطار هي نطار إيه واحد ليلة وهو إن الخشب تي كل يوم يعني 15 بوم شاح ما وياك مفتلت مشراعين طق على هي لما تشلخ الماي من حقه صارت مثل هالسالفه صارت وايد صارت لا خلال وجودكم بالجزيره اي صارت مو قبل لا احنا بالجزيره صارت كم واحد لقى لاحم هني اي اي مع بحارته هون بحكي عليك سالفه يا ولا سجل ولا سجلها تفضل لا سجل هذه لا احنا بال جيت حق حاجه بالبلديه ولا اذكر اسم الحاجه اللي ابيها قال لي بالبلديه قال ما يصير يا حمد قلت ما يصير قال ما يصير ما يصير اسم راسك بيت مع احمد محمد رشيد قال ابو عبد الله اشتبك والله بغينا حاجه من الحلال ما اعطانا قال ما اعطاك ليش؟ قلت والله شد ما عنده قال ما عندك خبر عطه قال ماكو قال عطه ما عندك هذا فضل علي وعليك الله يقول حق ذاك انا ما بقيت يقول هاك تطالبه قال فضل علي وعليك قال فضل عليك لا انا ما له فضل علي قال عليك براسك يوم تاخذ حكومتك وتحطها بالجزيره يشب الاسرائي حق الماي ينقلونه السفن نشرب
هذه اهل الكويت وهو قاعد بالجزيره يشرب ناطور لا قراءه ولا كتابه، شوف فضل وين فضله هذا؟ احنا ننساه؟ يا لا 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 اعطيه له يا ابي ماي من عين اعطيه. الله نعم. شوف يا ابو عبد اللي تبي اسمح ولا ملان قلت يا فلان قلت ما مشكور وكل حاجه، اما قاعد بنعيش من عرض اللي عاش. ابنها الحلو هذا قلت لي انت سكنتوا في او افتتحتوه؟ افتتحناه احنا باول رمضان. اول رمضان الماضي رمضان يعني 97 98 اي. وزارنا الشيخ يابر امير البلاد. نعم امير البلاد رمضان زارنا ظلنا بالتاريخ 13 رمضان كذي 13 رمضان يعني. نعم. طيب في ملاحظه يعني ان الامير حفظ الله يهتم في اتحاد الصيادين يزوركم كل سنه؟ والله يزورنا كل سنه ومهتم فينا. اي تعطيني خلفيه والله مهتم فينا. إيه؟ كل ما تضيج علينا المساله وتضيج علينا نروح له ويفرجها. شلون يعني؟ كل ضاق علينا البحر او سبحان الله ياتنا معاكسات ورحنا له اعطانا المطلب اللي احنا نبيه. ما يقصر. لا ما يقصر ما يقصر. والاتحاد كم عدد اعضاء؟ والله اعضاء اليوم تكلف تقريبا فوق 700. 700؟ اي كله من صيادين؟ كله صيادين. اها. وفي رسوم اشتراك؟ لا ما في رسوم اشتراك. يعطي الاتحاد ما ياخذ. شلون يعني؟ يعطي كل سنه تقريبا 400 500 دينار. للعضو؟ للعضو يعني هذا من الغله يعني؟ من المحصول. من المحصول؟ محصول لهم. يعني انتم تبيعون باسم الاتحاد للسوق؟ ما له شغل هو بالسوق هو. ها. الصياد ما له شغل؟ لا الصياد ما له شغل. ايه؟ الصياد بس يجيب سمش ينزل بالسوق. السوق كله للاتحاد. اها. اي نعم الاتحاد. وما لكم بسطات سمج؟ بلى لنا بسطات خاصه لكم. اول خاصه كلها السوق لنا. ايه. ليش تعين الشركه؟ ايه. هالسوق الجديد هذا ليش الشركه؟ نعم. وجرت علينا المحلات. البسطات. البسطه ب 200 اجرته. وحنا ناجر 400. او 300. والصياد يطلع له بالسنه 300 400 دينار؟ ايه يطلع له. مو شويه؟ والله شويه. والله شويه الا تعد عليه مصارف. ايه. عليه مصرف صيان وخدم وهذا عليه. ايه عليه ومجاب لي هذا من الصبح لين الساعه 10 بالليل. إيه. وقاعدين عليه مصارف. زين لو صياد جديد يبي يشترك بالاتحاد شن يعني؟ حياها في طرق معينه؟ لا حياها الله. في استماره؟ لا لا حياها الله. بس ولا بس يقول انا حداد؟ لا لا حد لا حداد هاوي لا الا صياد. اي شلون؟ عنده قول صياد. اي وثيقته صياد عنده محمل او لنج او ترخيص من ثروه. إيه؟ ها جايب هاي ترخيص. يدفع 110 دنانير اول اشتراك. هذا اشتراك؟ اشتراك. إيه؟ ويروح عليه. إيه؟ يدفعها مره واحده؟ يدفع مره واحده ويمشي. وبعدين عاد كل سنه بعدين يجيب عربي يجيب له هنودي مصريين عمال وماشي. زين والغله اللي يجيبها السمك اللي يجيبها يوميا ما ياخذ ربح منه؟ يبيع على السوق ويروح على حسابه. الاتحاد ما له شغل فيه. يبيع على حسابه؟ على حسابه. اي على حسابه. يعني هاي ال 400 500 بالسنه؟ لا لا زياده. هذه زياده فوق البيع. اي هذا فوق البيع. زين لو سالتك انت صياد قديم ابو عبد الله يعني الصيد قبل يعني خلنا نقول 30 40 سنه بالخمسينات حتى وايد صيد وايد كثير. لا ابي الرعايه يعني هل يعني كان في اهتمام وفي تنظيم مثل الحين؟ لا التنظيم ولا العمليه كانت تختلف؟ تغير. ايه؟ النظام تغير. اول محمل شراع وماكو ماكينه ميداف وشراع الصبح المغربي الصبح. نعم. الحين لا الوسيله كبرت. لنجات قيمة اللنج اليوم 120,000. ها؟ نعم. 100,000 قيمة اللنج بس بروحه الكراف. صحيح. والطراد يتكلف عليه يسوي فوق الوقت 10,000 موكينته والطراد وبحتين اللي يجيبهم وهذا. والصيد خف مو الاولي. مو خف. لو نحصل ربع صيد الاول كان نستغني. ما نحصل. إذا انت قلت لي قبل شوية الصيد اول اوفر من الحين. اول السمكة انت تقول السمكة انحاشت. اوفر اول. ايه؟ وين راحت؟ من كثرة أوفر. الناس كثرت. هو الناس كثرت. ايه؟ الغزل تغير. ايه؟ غزل اول غير غزل الحين. يعني غزل العدة قصدك؟ اي اي. شلون؟ الحين غير غزل الاولي. ايه؟ احنا له اول غزل. يفرق يعني؟ ايوه فرق وايد. اول ما يصيد من 110 الحين 100 كله يصيد هالغزل هذا. اي الغزل تغير. يعني افهم من هذا انه الصيد زاد ولا قل؟ ها؟ المحصول زاد ولا قل؟ صيد؟ اي صيد خير وايد. اي البحر ما قصر ما قصر. البحر يعطي؟ اي ما قل يعني السمكه ما راحت؟ ما راحت وايد السمكه.
وين وين صياد واحد يجيب عن اول عن 20 صياد الحين. صياد واحد يجيب. زين في كلام ابو عبد الله بدون زعل يعني، لا لا يقولون الاتحاد هو اللي يحدد اسعار البيع. لا واسعاركم غاليه. لا 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 يعني كيلو الزبيدي يوصل 4 دنانير و5 دنانير. لا لا واول كان اوقيه السمك 10 ترطل. قول هذا الاتحاد ما يتعرض للبيع والمشترى. ايه ما له شغل بالبيع والمشترى بالمره. سوق بناس اتحاد وقعدوا فيه اهله. ايه واجروا بسطات كل واحد له بسطه. ما له شغل يبيع. يقول لك اجار اجار البسطه طلع على ظهر المستهلك. احنا اجرنا اتحاد على 500، جت الشركه اجرته ب 800. ايه اللي موجود الحين عندنا. نعم. المكاتب على 500، جت الشركه عقبنا اجرته ب 800. والنتيجه؟ النتيجه احنا خسرنا. وارتفع السعر. وارتفع السعر. ارتفع السعر. يعني كان الزبيدي يوصل 5 دنانير. ارتفع السعر. كل من غلط الوسيله المكاتب والدشات وهذا غالي. اي غالي اقول. والسمكه اختلفت. اختلفت السمكه. يعني السمكه الرخيصه والغاليه صارت سعرها واحد. غاليه. لا صار سعرها واحد. لا يعني ماكو ذاك الفرق. والتكاليف زادت. ليش؟ تكاليف المكاين. الغزل. كل الوسيله هاي زادت. زادت وايد. زين وشوي. ومساله ترى يا راعي حضور. نعم. واللي فهمت ان احنا راح نشوف حضورك هناك في جزيره خسجان. يعني يقولون ان ايضا فيه ان مو كل واحد يقدر يحط حضره وفي شروط. إيه عكس قبل اول لما تمر على السالميه وعلى الراس لحيت سواحل الكويت كلها تلقى والله ولدي الحضور منتشره الحين. الحضور املاك هذه. ايه املاك شغل عندها وثائق نفس وثائق البيوت. يا سلام. انا عندي وثائق نفس الوثائق. وثائق قديمه. طلعت الثروه. حطوا قول يسمونه ترخيص حق ترخيص حق الحضره او حق اللج. ايه او حق الطراد. ايه ما حد اعتدي على حد. قول عندك راي حضره قول وراء الطراد قول وراء اللج قول. ما حد يعتدي. واللي بيحط حضره جديده؟ لا يطلع له رخصه. زين وين يحطها؟ وين ما يبي يروح رخصه. شوف المكان اللي مو مسبوق عليه ويطلع الرخصه. زين احسن مكان للحضره ابو عبد الله؟ نعم. يعني شمال الخليج ولا الجنوب ولا جون الكويت؟ والله اول جون الكويت. ايه اول جون الكويت. ايه والحين؟ الحين لا، الحين صيد الحضور انتهى. ايه بس حاطين وسيله وحاطين عاده. ايه انا خسر. شلون تخسر؟ اخسر ماكو صيد ما حصل. ليش تحط حضره؟ شو اسوي؟ شو اسوي والله؟ وناسه يعني؟ لا وناسي ومتعلم اضطرار لازم يدور البيت العود. اي بس تكلف تبي مباراه تبي مباراه صبيان. إيه؟ انت شفت الحضور عندي؟ اي نعم. الحضور اللي عندي السنه إيه؟ هذه تكلفت علي 6000 دينار. إيه؟ انا مستلف عندي 1000 ما حصلت. وشوف العرب اللي قاعد ايش كثرهم هناك. ايه اي ليش تحط حضور؟ حط حضره واحده. حط حضره واحده. إيه؟ بقول لك مثل. تفضل. شرب الجقاره ضر الله يشربها يشرب اصبر عليه. اكيد. ها؟ اي وضر الجقاره؟ اكيد. ويقول طيب لا تشرب ويشرب رايح ما يبي طبيب. زين. انا خسران لحظ. اي يعني من باب الولع. ولع وكله ولع. إيه؟ انا واحد عندي شوق. اي عندي شوق على الحضور. إيه؟ مو من انا وامي قبلي ويدي قبلي وعمامي كل ابوهم. هذا عملهم. عمامي وابوي خمسه هذا عملهم. لا دش سفر لا دش غوص هذا عمامي وانا تبعتهم. زين سمكه الحضره تختلف عن سمكه الحداق ولا الحدا؟ ما تختلف. بس الحداق ما يصير زبيدي. ايه؟ بس الحلوى ما يصير صمور ما يصير بيد الحداق. نعم. الحضره لا كل سمكه. كل سمكه تدخل. كل سمكه تدخل. بس في يمكن طافنا بعض الملاحظات ابو عبد الله. نعم. سواء على ايام الوالد الله يرحمه او على ايامك وعيالك. نعم. شلون تعيشون رمضان؟ والله عايشين رمضان. شلون زينه ماكو عزيمه بها عيشته. شلون تحس بالوارده ولا بس على المغيب؟ عندنا ساعه. ايه ساعه. ايه على هالساعه نشوف الشمس اللي تغيب. ايه اكيد نشوفها. ايه نشوفها. ايه ها؟ والساعه اللي صار غيم. الساعه موجوده. نطوف 10 دقائق ونفطر. بالمناسبه كان عندكم رادو بالجزيره؟ ابدا لا رادو ولا شيء كلش. كلش. كلش لا رادو ولا ماكو رادو ساعه ماكو رادو. لا يعني بعدين يعني في الخمسينات كذا حطينا بشتخته
اشتقته. وبعدين لا يوم صار الحين كل صبي عند راد وكل لا الحين طيب ثلاثة عندهم تلفزيون زين وبالعياد بالعيد عيد الاضحى عيد رمضان عادي ما عندنا بينكم وبين بعض يعني انت وزوجتك وعيالك وعيالي كلهم واللي يبي الكويت ودي حد الكويت يبعد الكويت قلت تفضل دومي بعد مو ماكينه دومي الله اي ماكو مكان دومي ياخذه يوم متى ما يوصل وال ايضا بالنسبه لرمضان والاكل الاكل ما مشكله متوفر يعني الحمد لله اي لا بس انا اقول يعني السحور واحد يوقظ الثاني يوقظ الثاني الساعه ايه وقت الساعه عندها ساعه راس كوب ايه الساعه محطوط فيها من يوم يدي الله يعني موجوده لما الحين لما الحين ايه موجوده ها ونرفعها الساعه ايه ونقعد لا لها جرس يرن لا يرن ما لها جرس الا شوفها الساعه يعني قابت الشمس يعني ساعه تحط عليك لا زينه ما تمخبوا ما تمخبوا ايه ساعه جيب اي ساعه جيب وانت اللي تقعدهم حق السحور لا والله اول قبول ايه وبعدين يوم تكلنا على نفسنا احنا قاعد ايه عادي اول هو على الدنيا والدنا كلهم ما نجلس اكيد زين بالاعياد ما يصير بينكم وبين اهل فيلتش لا لا ناس لان يم بعض انتم يم بعض ايه؟ اللي يسير علينا ما تصلون صلاه العيد فيلتش نصلي باليزيره بروحكم بروحنا نصلي معتزلين ايه ولا اهل فيلتش يجونكم ولا اهل فيلتش يجونا مسيرين ايه مسير علينا يجونا يسيرون يقعدون لهم ساعتين ثلاث وبعدين يروحون احنا ساعات نسير عليهم من اصحابنا واصدقاء من هناك نسير عليهم وكل من حضوره وعدته بروح ما حد ما يتعدى على حد ما يتعدى على حد اليوم صار الشغل هذا الحين العيال كل ما يبون الشغل هذا لا الحين غير يعني الحين تغير اول انا وربي شايلين هذا ولد عمي معي حاشي معاشني انا ما شاء الله في مسجان مسجان وفيلشا والحني اللي زي الحاشم كلهم يلعب حاشم عموما ابو عبد الله احنا ودنا في النهايه نشكرك على انك والله تحملتنا انا والله وهالجو الحلو مسجان اللي صورنا فيه افتخر فيكم بيتكم والله شلون والله خير وانا كان تعبت ذاك اليوم لا بسيطه بنعودها ان شاء الله بحيل الله انا قلت حق عبد الله قلت له عبد الله ابو الخيل نعم عندي بالديوانيه قلت له هروح هات ابو مشي ومش على الميزينة لا أنا أطلبهم شو سوي يعني المهم شو احنا واللي عندي بالله أول الباحي يعني باسمي وباسم فريق العمل تشكر منك وندعي لك إن شاء الله بطولة العمر وسلامة الصحة والعافية إزاك الله عموما عزيز المشاهد نصل معاك إلى نهاية هذا اللقاء على أن نلتقي معاك إن شاء الله مع أحد الشخصيات الكويتية في المستقبل القريب وإلى أن نلتقي معاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.